نسمع الحديث التالي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزله، فمنا من يصلح حذاءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. طبعا هذا الحديث، معلش مداخلة عقائدية، انه بعضهم يقول الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول ما امر بتبليغ، والنبي ما لم يؤمر بتبليغ. هذا كلام باطل. كل الانبياء امروا بالتبليغ والدعوة الى الله، وهذا الحديث صريح: الا كان حقا عليه ان يدل امته. اذا هذا عام في جميع ايش الانبياء، ولكن الراجح الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول ما كلف بشرع جديد، والنبي ما جاء ودعا إلى بدعوة ماذا؟ بشرع من قبله. أيوة. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. لما يقول المؤمن هذه مهلكتي؟ لما يقول المؤمن هذه مهلكتي؟ يعني الفتن. وبدك تتبع اللي قاعدين الشباب ما بتبعوش، بدنا نستفيد. والمتخبيين ورا السواري ولا بصر ايش، مش درس هذا. لازم العين مغرفة الكلام، لك تشوف لي وتشوف الكتاب. من كبر الفتنة لا يستطيع ردها. كبر الفتنة؟ ليش مكبرها أنت؟ يخاف منها. نعم، لخوفه. دائما المؤمن في خوف من الفتن، لا يأمن على نفسه. أي فتنة تأتي يخاف، وبالتالي دائما يدعو الله بالثبات وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ها، إذا هذا الشرط، شرط النجاح والنجاة، ما هو؟ ما هو فقط؟ فقط الأخير. الله يثبتك يا ابني. نعم، أن يموت، أن تأتي منيته. موضوع يا جماعة حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم.